المعاون أول سعيد الحاج بينضم لنا مباشرة من غرفة التحكم المروري ليضعنا بحركة السير والأرقام اللي تسجلت إن كان بالحوادث أو محاضر الضبط. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. مرسي وأنتو كمان، تفضل. صحيح، بالنسبة لحركة السير إجمالا نبلش مدخل الجنوبي، عندنا مدخل الشمالي، عندنا حركة سير ناشطة بالمدخل الشمالي على أستاذ جوني باتجاه نفق نهر الكلب، وبتكمل ناشطة من نهر الكلب باتجاه نهر الموت وصولا حتى دور الكارنتينا. أيضا بالرأس من السير عم تكون حركة ناشطة بالأثناء من نهر الموت باتجاه إشارات جديدة اتحاد خباز. المدخل الجنوبي أيضا حركة سير ناشطة على أستاذ خلدي، بتكمل ناشطة باتجاه في المطار وصولا حتى المدينة الرياضية، بتكمل حتى نفق سليم سليم. عندنا من بعد خلدي باتجاه شويتين مفارق الشمون عربون عم تكون حركة ناشطة بالأثناء، وايضا من خلدي استاذ خلدي باتجاه الاردنية عم تكون حركه ناشطه. المدخل الشرقي ايضا عم تكون حركه ناشطه من عريا نزولا باتجاه الجمهور، بتكمل باتجاه السجيل. نعم. من مدينه بيروت ما زالت حركه السير ناشطه بهالاثناء الى خفيفه. هذا بالنسبه لاحوال الطرق. بالنسبه للطريق نهر البيضاء سالكه حاليا لجميع السيارات والمركبات. طريق ترشيد زحله ايضا سالكه للسيارات ذات الدفع الرباعي فقط. الطرقات الجبلية السالكة للدفع الرباعي فقط أيضا، عندنا فيتور باتجاه فريا، إهمج باتجاه عناية، الزعرور، جزين فرحونة ومشارة، عرمطة الريحان. الطرقات المقطوعة كليا بسبب تكون طبقة من الجليد، عندنا والثلج يعني أكيد، عينات الأرض، برج بيان حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، الهرمل سير الدنية، معاصر الشوف كفريا، وطن نورين القلوب. بالنسبه للحوادث خلال 24 ساعه الماضيه، للاسف كان عندنا اربع حوادث نتج عنهم قتيل واربع جرحى. كذلك بالنسبه لمخالفات سرعه الرادار خلال 24 ساعه الماضيه كانت النتيجه 365 مخالفه سرعه زائده. اجمالا نطلب من المواطنين عدم سلوك طرقات الجبليه قبل التقفل من حلتها والتواصل معنا على ال 1720. هذا كل شيء. شكرا لك المعاون الأول بقوى الأمن الداخلي سعيد الحاج من غرفة التحكم المروري ولكل العاملين في هذه الغرفة.